السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم زي ما وعدتكم هشرح لكم زراعة البطاطس في أو على الأسطح أو في المنزل، بس على الأسطح للي ما عندوش مساحة يزرع فيها أصلا. إحنا النهاردة هنزرعها فيه أو ده. ده عبارة عن سماد بلدي مخلوط عليه تراب مخلوط عليه رمل. هنخلط الخلطة دي كلها مع بعضها، تمام يا جماعة، وهنزرعها فيه شكاير بلاستيك زي دي، تمام يا جماعة. هنعبي الشكاير البلاستيك وبعد الفاصل نوريكم الزراعة، يعني بعد الفاصل هنوريكم الشكاير متعبية واتخرمت ازاي، او هنخرمها معاكم واللي زرعها معاكم وده كله، تمام يا جماعة، تمام. والبطس دي بتقطع يا جماعة، ان دي بطاطس الصيفي. احنا دلوقتي في ميعاد زراعة البطس الصيفي، في ناس زرعت وفي ناس لسه ما زرعتش. البطاطس الصيفي بنكون بتقطع لان التاوة بتبقى غالية، ان كل جزء يبقى فيه عين او اتنين اهو، تمام يا جماعة. كل جزء يبقى فيه عين واحدة، اهي العين دي هي اللي بتطلع الجذور بعد كده، ويطلع منها المجموع الخضري، يطلع منها الجذور وبعد كده يطلع المجموع الخضري، تمام يا جماعة. كل عين من دول بتطلع مجموع خضري وبتطلع جذور، اهي يا جماعة، تمام كده. هي العين دي اهي. فبعد الفصل انتظرونا عشان نزرع البطاطس. هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل هون، ودلوقتي عبينا الشكاير زي ما انتم شايفين هون في الصورة قدامكم كده. الشكارة اتعبت هي تراب، سكينة فتحت الشكارة من قدام. هنبدأ بقى نعمل فتحات معاكم، تمام يا جماعة. تمام كده يا جماعة، دي أول فتحة. هنسيب كده شبر، بصوا يا جماعة أهو أهو كفة إيد، ونعمل تاني فتحة. تمام كده يا جماعة، هنسيب تاني شبر برضه اهوت، الشبر التالت، ونعمل كمان فتحة. تمام كده يا جماعة، وهكذا بقى اهو. هنعمل ايه؟ هنعمل فتحة أخيرة، يعني ملاش لازم قد كده، بس يعني هنعملها، يلا مش إشكال. تمام كده يا جماعة،
كده الفتحات قدامكم، هنبتدي بقى نزرع. الزراعة بقى يا جماعة احنا لازم الشقفة تبقى تحت، تبقى تحت شوية اهو، يعني هنقعد نفضي كده ونرجع نحط عليها تراب تاني. بعد كده بقى نبتدي نزرع يا جماعة. اهي كده بقى على عمق كويس، ونبتدي نرمي. وهكذا بقى، يعني عشان ما نتأخرش بالفاس هون، عشان ما نضيعش في وقت الفيديو. نحط كل التراب اللي احنا ايه اللي كنا نزلناه تاني اهو يا جماعة. وهكذا نوقف الفيديو مؤقتا لحد ما نزرع بقية الفتحات اللي احنا عاملينها. هيا يا جماعه لحد ما ننزل عبيه الفتحات ونكمل معاكم، نوريكم الري هيبقى ازاي، ان هيبقى الري حساس جدا. تمام يا جماعه؟ تمام. او كده يا جماعه ارجع لكم تاني هون كده. احنا بس كنا قطعنا، كملنا دي قطيع. هيا يا جماعه كملنا دي قطيع بس عشان كنا نعرف نفحت في قلب الشقاره. اهي عملناها يعني معظمها فتحه واحده، مفيش ناقص بقى الا ان احنا نروي. احنا زرعنا البطاطس زي ما ورينا لكم كده، زرعناهم ورا بعض على مسافه شبر كده اول، زرعنا حوالي 5 حبات هنا. وايه هنتابع معاكم بقى، هنرويها دلوقتي وبعد كده هنتابع معاكم اول ما تطلع، ونتابع معاكم بس الري حساس. هنروي بكميه قليله جدا جدا جدا، لان هي البطاطس بتطلع على الرطوبه بس، لان لو اتروت زياده عن اللزوم بتعفن في قلب الارض. فاوريكم الري. اهو يا جماعه احنا جبنا الميه اهون اهو، هنحاول بس نخليها ترطب بس اهو، نحط من جنب الشكاره اهي. وهي كده الشكاره هتحتفظ بالرطوبه، لان البلاستيك انتوا عارفين بيحتفظ بالرطوبه، زي ما انتوا عارفين ان البلاستيك بيحتفظ بالرطوبه. هنحاول بس نخلي نحط من جنب الشكاره كده، خلي الشكرة تعرق بس كده، تعرق كلها، لأن الأرض فيها سماد بلدي برضو، فسخن على البطاطس يعني لازم تاخد مية نوعا ما، وبعدين فيها رمل مش هتاخد كمية المية يعني اللي انتوا فاكرينها. اهو يا جماعة كده انا عليت المايه شويه عشان نديها بقى الكميه اللي احنا عايزينها. كده يا جماعه خلاص يعتبر ادينا الكميه اللي عايزاها وزياده. هنسيبها بقى لحد ما تطلع، مش هنرويها خالص الا لحد ما تنبت تمام. وفي الختام سلام، واما تنبت ان شاء الله باذن الله هنعمل فيديو تاني ونوريكم. وبعد كده في اخر الموسم هنعمل فيديو مجمع للفيديوهات دي كلها، ونوريكم لحد الحصاد، من اول الزراعه لحد الحصاد. في الختام سلام.